بعد بكرة الاكتظاظ وتم القضاء عليها بشدة عرفان بجميع هؤلاء الشهداء الذين ضحوا بالناس كلهم بصفتهم. أشكركم على تلبية الدعوة. ندخل المرحلة الأخيرة لتحضير الدخول المدرسي 2023-2024، وكنا قد شرعنا في التحضير لهذا الدخول ابتداء من شهر نوفمبر الماضي بشكل مبكر للاستعداد الكامل والوافي لهذا الدخول. كانت هناك لقاء وطني مع مدير التربية في شهر نوفمبر، وجاءت كثير من الأعمال التي تدخل في صميم تحضير الدخول المدرسي المقبل، ولعل أهم حدث وجب الإشادة به والتذكير به هو إدماج 62,000 أستاذ وأستاذة. الدخول المدرسي المقبل إن شاء الله سيشهد الكثير من الأمور. سنذهب إن شاء الله إلى تنصيب اللغة الإنجليزية في السنة الرابعة من تعليم الابتدائي. كما تعلمون طبقا لقرار السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تم تنصيب اللغة الإنجليزية في التعليم الابتدائي في هذه السنة، في السنة الثالثة. فالسنة المقبلة إن شاء الله سيكون نفس العمل بالنسبة للسنة الرابعة، ونحن مستعدون والبرامج جاهزة وسنكون في الموعد إن شاء الله. كذلك سيتم في السنة المقبلة تنصيب السنة الثالثة من تعليم الثانوي لشعبة الفنون. تعلمون أنه تطبيقا كذلك لبرنامج السيد الرئيس تم إقرار شعبة الفنون في النظام التربوي الجزائري. أعطينا تعليمات بخصوص فئات وجب الاعتناء بها عن قرب، وهي فئات أبنائنا من ذوي المصابين بطيف التوحد، أو كذلك من ذوي التحديات البصرية والحركية. فهؤلاء الدولة توليهم الأهمية الكافية، وأعطي التعليمات لأن تكون كل تسهيلات وكل استجابة أينما كانت وضعيات كهذه، وأعطي التعليمات لتجسيد سياسة الدولة الملحة والكريمة والسخية على هذه الفئة الغالية والعزيزة على قلوبنا. كذلك أعطينا التعليمات للعمل على توسيع تدريس اللغة الأمازيغية في ربوع الوطن وفق آليات ووفق يعني تنظيمات تربوية تكون تستجيب لكل رغبات دراسة هذه اللغة، وستكون كذلك هناك ندوة لتقييم هذا الثلاثي سيحضرها معنا إن شاء الله السيد الأمين العام للمحافظة السامية الأمازيغية، حيث ستكون هناك ورشة تخصص لهذه المادة.